بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتابي اللي غيكومبخوند. طبعا انتهينا مع إن باش موفمونتي. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لي ديبي دان جون بيشور. إذا نتكلم عن بدايات، لو ديبي المقصود به هو البداية، لو ديبي مقصود به البداية. ومن مثلا لو فيرب ديبوتي، لو فيرب ديبوتي المقصود به فعل بدأ. لي ديبي البدايات، بداية ماذا؟ لي ديبي دان جون بيشور. إذا طبعا لو بيشور المقصود به، فوالا سور سيت ايماج كوم نو فويون اون دو بيشور، فوالا c'est un pêcheur. إذا نتكلم هنا عن صياد صغير، ومن مثلا كما قلنا لو فيرب بيشي، لو فيرب بيشي إذا فعل اصطاد. طبعا نتكلم عن صيد الماء، نتكلم عن صيد السمك. إذا لي ديبي دان جون بيشور، إذا نتكلم عن بدايات صياد صغير كما نرى في الصورة. اتونسيون Attention, c'est la truite. Attention, c'est la truite. T'aperçois, elle ne mordra pas, nous dit Alexis. Alors arrivé à 5 ou 6 mètres du bord, le voilà à plat ventre. Je fais comme lui. À quelques pas de la rive, la tête dans les herbes, sans même voir l'eau, Alexis presse sa ligne, une sauterelle sautille au bout. Et lança le fil, j'en fais autant. Mon amorce n'était pas dans l'eau. Que vlof, j'entends un formidable saut et ma gaule tirée violemment. Ça va dans les herbes. Raté d'une voix moqueuse. Qu'est-ce que c'est? Une truite perdue? Oh, inutile de recommencer. Elle ne reviendra pas. Allons plus loin. Attention. Iden intibe, heder. Attention. Heder ou intibe. سي لا تخويت ابيرسوا. طبعا لا تخويت المقصود بها نوع من السلمون، نوع من سمك السلمون. سي لا تخويت اذا السمكه تابيرسوا، اذا لمحتك. طبعا نتكلم هنا على فيرب ابيرسوفوار. سي لا تخويت ابيرسوا اذا السمكه لمحتك. ال نو موردرا با، ال نو موردرا با. لو فيرب موردر كما راينا فيما سبق، كما رأينا هنا، كما نلاحظ هنا، غوندارسون دي كروك موردر سي جاري، موردر، إذا نتكلم عن عضة أو لاسعة. طبعا هنا أيضا كلمة موردر تعني أمرا مثل هذا، إذا المقصود بها أكلة، ممكن أن تعني أكلة، وفي معاني أخرى تعني تجاوزة. وفي معاني أخرى ممكن أن لو فيرب موردر يعني تجاوز، تجاوز شيئا. إل نو موردرا با، إذن هي لن تأكل، إذن هي لن تعض. إذن طبعا إذا رأتك السمكة إذن هي لن تذهب إلى الصنارة وتأكل ما بها. إذن أتونسيون سي لا تخويت تابيرسوا إل نو موردرا با. طبعا عندنا لو فيرب موردر، لو فيرب موردر مصرف او فيتور سامبل. إل نو موردرا با، إذا هي لن تعض، لن تأكل. مدي أليكسي، يقول لي أليكسي. ألوغ أغيفي أ 5 أو 6 متر دي بور، لو فوالا أبلا فونتر، جو في كوم لوي. إذا هو وصل. طبعا أليكسي كما نلاحظ في الصورة، فوالا l'enfant, le jeune pêcheur et Alexis. Alors, Hina Idin arrivé à 5 ou 6 mètres. Idin wa wasala ila 5 ou 6 têtes amtar du bord. Du bord. Mina al-Diffa. Idin wa bta'ada 'an al-ma bi 5 ou 6 têtes amtar. Je fis comme lui. Ana fa'altu mithlahu. Idin, alors arrivé à 5 ou 6 mètres du bord,
إذن هو تأخر ابتعد عن الماء حتى وصل إلى 5 أو 6 أمتار ديبور من جانب الماء. Le voilà à plat ventre. Regardez-les. Ils sont à plat ventre. إذن هما à plat ventre. طبعا le ventre هو البطن. À plat ventre يعني أنهما على البطن المستوي كما نقول. على بطن مستوي. المقصود بأنهما أنهما يختبئان وهما يمتدان على بطنهما حتى لا تراهما السمكة طبعا. Alors, arrivé à 5 ou 6 mètres du bord, le voilà à plat ventre. Je fais comme lui. طبعا هنا عندنا لو فيرب فير. Je fais comme lui. أنا فعلت مثله. Je fais comme lui. أنا فعلت مثله. À quelques pas de la rive, على خطوات من الضفة. À quelques pas de la rive. إذا كمان نقول le bord. À quelques pas de la rive. إذا على خطوات من الضفة على جانب الماء. La tête dans les herbes. La tête dans les herbes. الرأس في العشب. يعني أننا نختبئ في العشب. رأسنا يختبئ في العشب. La tête dans les herbes. الرأس في الأعشاب كما نقولون. Sans même voir l'eau. بدون حتى رؤية الماء. بدون حتى رؤية الماء. المقصود حتى أننا لا نرى الماء. لا يهم. المهم أن نختبئ حتى لا ترانا السمكة. أليكسي بريسالين. أليكسي بريسالين. إذن أليكسي أخذ. فوالا. أليكسي بريسالين. إذن طبعا أليكسي أخذ خيطه. نتكلم عن خيط السنارة. أليكسي بريسالين. طبعا هنا عندنا لو بروندر. أليكسي بريسالين. إذا أليكسي أخذ خيط سنارته. إن سوتخيل صوتي أوبو. إن سوتخيل. نتكلم عن حشرة تسمى سوتخيل. نتكلم عن جرادة. جرادة تسمى سوتخيل. صوتي. طبعا لو فيرب صوتي المقصود به قفزة. إذا نتكلم عن جرادة أنها قفزت أوبو. أوبو على الجانب كما نقول عن جانب الماء. أوبو. إل لونسا لو فيل. إذا هو رمى أو أنه أطلق لو فيل خيط السنارة. جون في أوطون. جون في أوطون. أنا فعلت أيضا. جون في أوطون. أنا فعلت أيضا. المقصود أنني فعلت مثل ما فعل. أنا أيضا رميت الخيط. جون في أوطون. نفس الفعل كما ذكرنا. لو فيغ فيغ أو باسي سامبل. جو في كوم لوي. هنا جون في أوطون. أنا فعلت أيضا. هنا عندنا أنا فعلت مثله. جو في كوم لوي. نفس المعنى أيضا هنا. هنا مورس نيتي با دون لو. من أمورس. أمورس المقصود بها أي شيء تضعه في السنارة يجذب السمكة. كل شيء تضعه في السنارة ليجذب السمكة يسمى أمورس. طبعا كلمة أمورس لها معاني كثيرة أيضا. منها مثلا بداية الطريق لم ينتهي. بداية الطريق لم ينتهي. أي شيء يجذب يسمى أمورس. إلى غير ذلك. Mon amorce n'était pas dans l'eau. إذن طبعا نتكلم عن كما نقول سناراتي ولكن هنا لا نتكلم عن لاموسون. لاموسون هي السنارة. ما يوضع في السنارة يسمى لاموس. طبعا كما ذكرنا أيضا عنده معاني ديال الفتيل. الفتيل لإشعال مثلا لإشعال قنبلة مثلا. إذن يسمى أموس. إذن mon amorce n'était pas dans l'eau. كما نقول طعمي مثلا. الطعم الذي أضعه في السنارة. مون أمورس نيتي با دون لو. إذن هي ليست في الماء. كو الذي فلوف. الذي فلوف. إذن نسمع صوت الماء. جونتون أن فورميدابل سو. أنا أسمع
un formidable son. أنا أسمع صوت قفزة كما نقول مدهشة. أنا أسمع صوت قفزة مدهشة. Que vlof. J'entends un formidable son. Et ma gueule. طبعا gueule نقصد بها هاد القصبة. القصبة تسمى gueule. Et j'entends un formidable son. Et ma gueule tirée violemment. ثم أن قصبتي تيغي تيغي يعني أنها انجرت أنها جذبت فيولامون بشكل عنيف صبا صبا دون لي زيرب. طبعا هنا عندنا لو فيرب ساباتر هنا عندنا لو فيرب ساباتر هنا عندنا لو فيرب ساباتر دون لي زيرب يعني في العشب. قصبتي مقصود بأن سقطت على العشب. اي ما غول تيغي فيولامون ثم أن قصبتي جرت أو جذبت بشكل عنيف كما تنشوفوا لو فيرب تيغي أضفنا له أ لأننا نتكلم عن ماغول نتكلم عن كلمة مؤنثة إذا نتكلم عن ماغول تيغي فيولامون إذا قصبتي أن جرت بشكل عنيف صاب دون لي زيرب أن سقطت في العشب غاطي دي فوا موكوز إذن يقول صوت مستهزئ صوت ساخر صوت ساخر ماذا يقول هذا الصوت الساخر الذي يستهزئ يقول غاطي طبعا لو فيرب غاطي المقصود بأنك تفلت شيئا لو فيرب غاطي المقصود بأنك تفلت شيئا أنك لا تنجح في استهداف شيء مثلا غاطي لو تخا يعني أنك لم تصل في الوقت المناسب حتى تلحق القطار غاتي لو تخا لم تصب القطار إذن هنا عندنا هات السمكة نقول عنها غاطي دي إن فو موكوز يقول صوت ساخر ثم يسأل الطفل كيسكو سي ماذا ما هو ذا الشيء الذي تقول عنه بأنه غاطي ما هو الشيء الذي تقول عنه غاطي بأنه لم يصب كما نقول بأنه لم يصب. Une truite pardie. Une truite pardie. إذا نتكلم عن سمكة السلمون طبعا. وبيا كما نقول بيان سور بيان سور حقيقة. إذا أنا أتكلم عن سمكة السلمون طبعا. أنا لا أتكلم عن شيء آخر. ما هو الشيء الذي سأقول عنه هنا؟ غاطي. إن لم تكن السمكة. Une truite pardie. Oh, inutile de recommencer. إنه غير نافع دو ركومانسي بأن نعيد الكرة أو إنيتيل إنيتيل نقول عن شيء بأنه إيتيل أنه نافع إنيتيل أنه غير نافع أو إنيتيل دو ركومانسي إنه غير نافع أن نبدأ من جديد طبعا لو فيرب كومانسي هو فعل بدأ كومانسي لو ترافاي بدأ العمل recommencer le travail تعيد بداية العمل إذن أو inutile de recommencer إنه غير نافع بأن نعيد البداية elle ne reviendra pas هي لن تعود هي لن تعود إذن ما دمنا أننا لم نصب السمكة في هذه المحاولة إذن أكيد بأن السمكة ستهرب ولن تعود وبالتالي ليس لنا منفعة في أن نعيد الكرة. Allons plus loin. فلنذهب بعيدا فلنغير المكان حتى نستهدف سمكا آخر لم يعرف الصنارة. إذا كما قلنا Attention. Si la truite t'aperçoit, il ne mordra pas. Me dit Alexis. Alors, arrivé à 5 ou 6 mètres du bord, le voilà à plat ventre. Je fais comme lui. À quelques pas de la rive, la tête dans les herbes, son main vers l'eau. Alexis prit sa ligne. Une sauterelle sautillait au bout. Il lança le fil. J'en fis autant. Mon amorce n'était pas dans l'eau que, vlof, j'entends un formidable saut. Et ma gueule tirée violemment s'abat dans les herbes. Raté, dit une voix moqueuse. Qu'est-ce que c'est? Une truite pardie. Une truite pardie. Oh, inutile de recommencer.
Elle ne reviendra pas. Allons plus loin. Nous recommençons quelques instants plus tard. Tapis derrière des roseaux, sa mort, dis-je à voix étouffée, le corps battant. Mon fils se promenait à droite et à gauche. Tire, tire, dit Alexis, ne lui laisse pas faire ce qu'il veut. Nous recommençons quelques instants plus tard. إذا نحن أعدنا بعض لحظات plus tard بعد ذلك بضعة لحظات بعد ذلك quelques instants plus tard tapis derrière des roseaux طبعا هنا عندنا لو فيرب تابير سو كاشي هذا فعل اختبأ لو فيرب تابير تابي كما نقول مختبئ وبيا مختبئين derrière des roseaux خلف القصب سامور سامور هذا يعض او انها تعض سامور سلافير موردر كما ذكرنا سامور انها تعض ديج ديج قلت انا افويتو في بصوت كما نقول مخنوق المقصود بصوت خافت لو كور باتون والقلب يضرب والقلب يضرب إذا كان قلبي يضرب حينما قلت أنا إنها تعض إنها عضت في الطعم مون فيل سو برومني أ دغواتي أ غوش إذا مون فيل نتكلم عن أوغاردي لو سون فيل سو برومني أ دغواتي أ غوش إذا خيطه كما نقول يتنزه لو فيرب سو برومني لو فيرب سو برومني يعني فعل تنزه نتكلم أحيانا عن une promenade تكلم عن نزهة إذا se promener يعني أنه يتنزه طبعا الخيط لا يتنزه ليس إنسانا حتى يتنزه ويستمتع بالمناظر إلى غير ذلك إذا الإنسان هو الذي يتنزه هنا طبعا المقصود أن خيطي يتحرك وكأنه يتنزه يتحرك يمنة وشمالا إذا mon fil se promener à droite et à gauche اذا خيطي يتنزه يمينا ويسارا المقصود بان خيطي يتحرك يمينا ويسارا تير تير دي اليكسي اجدب اجدب جر جر اجدب اجدب دي اليكسي يقول اليكسي نو لوي ليس با نو لوي ليس با فير سو كيل فو لا تتركها ne lui laisse pas et dans la tête claire faire ce qu'il veut تفعل ما تريد هي ما تريد هي اذا لا تترك السمكه لا تترك السمكه تفعل ما تريد لا تتركها تهرب بالخيط مثلا او انها تخلص نفسها مثلا من الصناره لا تترك لها هذا اذا عليك ان تجذب تير تير دي اليكسي Ne lui laisse pas faire ce qu'il veut. Nous recommençons quelques instants plus tard, tapé derrière des roseaux. Sa mort, dis-je, à voix étouffée, le corps battant. Mon fils se promenait à droite et à gauche. Tire, tire, dit Alexis. Ne lui laisse pas faire ce qu'il veut. Je tirai un clapotis violent, un éclair de lumière. Au bout de mon fils se tordait un poisson étincelant. Mais j'avais fait si fort. كما لين افي سوتي دون لي برونش اذا نلتقي في فقره قادمه حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله